السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعدكم في انطباع الحلقة 87 من انمي بلاك, بلاك كلوبر خلونا نبدأ. نبدأ طبعا الحلقتين اللي طافت كانت فيلر تقريبا ما لها علاقة بالقصة وضاع الوقت عشان كذا مسوين لها انطباعات اي كانوا يتكلمون يعني يامي قصتها مع فانجلس على اساس بسبب انه استا مصاب محبط ومدري ايش ف خلاص ما شفتها والله يعني احسن لك <تصفيق> <تصفيق> من هذه الحلقه وعلى طول جابوا اخر شيء صار في الحلقه الماضيه وهي اهم حاجه دخول اخت مليون مليونه مليونه اسطوره الاسود القرمزيه ضربت الباب طف 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 بعدها على الباب كسرت الباب ودخلت يا مي وقف قلبه على طول <applause> هو المشكله يعني صارت ضوضاء وفوضاء كذا قبل عن يجي وبعدين يعني قال ايش فيكم انتم مزعجين كالعاده نبي يهاوش كذا شاف ذي قال يا عيال يا <applause> سجل وصلت حطوا رجلك <تصفيق> <تصفيق> يعني حتى يوم اعطته زجاجه النبيذ هديه لان زار اخوه في المستشفى قال بتحرق حلجي بتولع فيه <applause> اكيد شراب من عندك انت ما, في خير يقول حق الناس اللي بتموت حق الجحيم وكل حاجه <applause> طبعا اللي ضحك اكثر انها يوم سكت الثلاثه وقالت بتمشي خل عنك اللي صار بعدين قالت نول اي نول كابتن يامي قاعد تخطفنا <applause> روحوا روحوا وضحي فيكم انا روحوا في حالي روحوا غير ما اسفون عليكم دام هذا شيء بفكني من جرها ابدا انا ما فيكم صراحه يعني ايش يقول احنا قربان يضحي مين يضحي مين يا قرابين يقول روح يعني <تصفيق> <تصفيق> يقول الله يستر عليكم صراحه هذا المشهد كان مره مره كوميدي رائع بعدين اصدمتهم قالت انتم الثلاثه فزتوا في انكم تتأه... يعني تصيرون من الفرسان الملكيين او تم اختياركم انكم تصيرون من الفرسان الملكيين طبعا نتكلم عن نويل استاو لك طبعا هنا ما قلنا قبل عن يروحون كان فرق يتشمت فيهم انتوا لا تقدمون ما ادري ايش قالت له ملكيين كسر صفراته <applause> شعر هو طبيعي يوم غلط باقي واحد رابع ابراهيم طبعا كان يفترض انه فنرال يعني حتى انا المفروض انه فنرال ولكن وهو المفروض يكون فنرال معهم بس ترى على اساس انه مصاب ولا ترى تم اختياره تم اختيار تم اختيار فنرال معهم فانا كنت اتوقع انه هو ابدا ما جاء في بالي ولا واحد بالمئة انه يكون شخص اخر اللي هو زورا زورا جداليو ربك ان حفظنا زورا خلاص خليني على زورا خليني على زورا انا وقت اسميه زاكس اي ما هو كان اسمه زاك لا مو زاك مو مهم يا رجل خلاص اسمه زورا طيب آه طبعا يوم قالت انه في واحد رابع جه مقرب انا انا الرابع اكيد انا اخترت قالت له انت جناي مو انت <applause> شعر باحباط طبيعي ولق قاعد يترق عليه يقول له بصير اقوى ويقول بتدرب بصير اقوى برضو استا كان من الاشخاص اللي فرحوا وبشدة يعني قال أوخي اوكي يعني حتى مع اني انا ما فزت البطوله لكن لحقت بيونا مره ثانيه وهذا الشيء يعطيني دافع وحماس اكثر أني ما استسلم اللي و... استسلم, أستسلم. جاوا في المقر وبدت طبعا مريليونا تستدعيهم واحد واحد وتعد اسماء اللي تم اختيارهم فعليا آه ثلاثة من الفرقة ذي، اثنين من الفرقة ذي، واحد من الفرقة ذي، واحد من الفرقة ذي، طبعا الكابتن ريل موجود. أقوى نقطة أو ملاحظة كانت أن فرقة الفجر الذهبي تم اختيار أربعة منهم، بدون اخو في الحقير لانه أريد ان شكوا فيه انه من الجواسيس حق طيب العزم شكوا فيه برضو احنا احنا قلنا من قبل ترى لو تلاحظون دائما ابدا في اللي تاهلوا ترى بتشوفنا اغلبهم يعني مو بس عنده القوة الغاشمة الا برضو عنده اللي هو روح العمل التيم ورك العمل الجماعي وقدرته قد تساعد البقية بالعمل الجماعي بالضبط لان هذا اهم حاجه يهمون في هذا الموضوع بينما اخو ذاك ما كان يشتغل عمل جماعي كان يشتغل بالحاله ترى حتى القائد الفجر اللي شو اسمه شو اسمه القائد وليم فيرجس اي لا حتى القائد ريل نفسه في الحرب الاخيره قال لهم خلونا انا مع ذا وانتم روحوا روحوا وكسروا الكريستال حقتهم فيعني هذا في عمل جماعي في عمل, جماعي, عمل جماعي فهمت جماعي. علي اما اللي يقول لك انا بالحالي بسوي كل حاجه هذا مستحيل ينضم مع أي. <applause> اللي استغربت منه صراحه انا اخو ميمو يعني اي هذا برضه قوي ترى قدره الخيال حقته قويه ما اتمنى اشوفه صراحه عن نفسي خلاص يعني وان كان عطوه درس يعني ممكن لا اعتقد تغير لا يزال هذا مغرور زي ما هو زبده الكلام كلهم موجودين عداتهم فكانوا مقتربين من نفسهم الفتره بيقولوا احنا الوحيدين اللي خلونا منا اربعه بينما في الواقع فرقه الثيران السود ايضا خذوا منهم اربعه والرابع طلع لهم زورا وطلع لنا من فوق وكذا متهور على طول على والله مو بصاح يعني. جاي متاخر وجلدته طلقت علي نور بتحرقه قبل ردها عليها قال يعني كنت اختبر قوتك قبل تصير الكابتن حقي هو يقول يعني ترى كلامه منطقي يعني قال بما انك بتكون القائد علينا لازم اشوف قوتك يعني احنا ارواحنا عندك انت كقائد فاذا انت ما قدرت تردني مثل الهجوم اللي برده كان اقوى من هجومك لا خير فيك فقال هذه برليونة قلع.. هذه زي ما مسحت ما شاء يعني هي هي كلامك منطقي وانا اعلمك يا حيوان واوريك كيف مقامك مقامك والله بس صراحه يعني جد جد افضل قائد ممكن تختاره هو يعني هي قصدي يعني جد جد مرعبه حتى الملك هزئته يا ريال ما رحمت احد الكل طبعا ترى يعني امرأة السحر يدري الملك من جنبها بس ترى يعني كان يسايس, يسايس يسايس يمشي ذي ما في, في تزمر حصان. عليه يا اخي الحين مالك ايش في امه ذي قاعد تزمر علي والله <applause> اهم نقطه كانت ان يوم بدا الزورا يتناقش مع ربعنا ويشرح لهم الماضي انه اوريدي هو قابل الكابتن يامي والكابتن يامي اعجب بقدراته واعطاه الروب قال له متى ما انت اقتنعت تعال يعني هو عضو قديم في الفرقه ويعتبر السمباي حقهم بس انه ما كنا نادري انه منضم الا الحين يعني هو معنى كلامه طبعا كان شوف انا قلت لها من قبل اساسا نظره القائد يامي للاشخاص لو تشوف الفكره حقتها غريبه اي كلهم ناس الناس اللي حولهم المسفت الناس اللي فشل ما لهم ما لهم مكان ما لهم داعي بس هو يشوف في داخل مثلا نور شاف في داخلها شيء خطير بس كان بلا استشف في شيء خطير وهذا شو اسمه لك مجنون مو كلهم مو مضبوطين ترى لو بغيت الجد كلهم مش مضبوط وهذا بعد زاك نفس الشيء فهو يشوف الشخص اللي مو مضبوط بس يشوف انه عنده مقومات انه يكون اسطوري يكون شيء رهيب زي كذا ويوجهها ما... بس صراحه انا صار ما عنده توجيه يا عمي ما يحتاج يوجه يا بالقوه يجلد <تصفيق> 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 يا والله يعني أخي شوف يا اخي اسلوبه اقسم ب... بالله ما بأ... يعني ما تحس انه شخص حكيم ولا عنده حكمه <applause> ####ما يحتاج أي لا بس ترى في, آه في البركة أعطاهم حكم وقصة... مو بس في البركة برضو يعني في أكثر مرة في أكثر من قتال يجيبون يعني 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 يسوي حاجات يعني كذا تشفع... علم أسطى على الكي ما بالضبط فهو يوم شاف زاك قال له... آه يعني امسك هذا الرجال قال انت مو تعطي اي احد قال اوكي يعني ما انك فهمت انا ليش اعطيتك اياه انك انت شيء مميز شيء مميز وعندك معنا اي أيوه. وعندك القدره والامكانيه لو انك انت شديت حيلك وده بتصير كويس يعني بس ابيك تجي تنضم برغبه منك مو بغصبا عليك او يعني ما باجبرك انك تنضم متى ما انت حسيت انك جاهز ومستعد تنضم اهلا وسهلا فيك الفرقه بتفتح باب هلا طيب استهبل معاستك كثير وكثير بس في اخر شيء قال انا لازم اثبت اني انا بكون ساحر اسطوري مو بس انه يعني بكون فارس سحر فارس سحر ويعني شفنا ترى هو يعني على الرغم منه حقير لانه ترى نبيل اي بالضبط قوي يعني عنده نبل يعني يحارب يعني يساعد الفقراء يساعد الفقراء ساعد يعني صار ناس مظلومين زي كذا حتى لو كان اسلوبه حقير يعني بغض النظر عن هذا الشيء هو يحب يسوي الاعيب وكذا شخصيته مو مأثر عليه شوي زبده الكلام وقت النقاش قال ها وين راح الجماعه قالت راح يلبسون الباطل الجديد الخاص بالفرسان الملكيين، انتم ما بعد تلبسون روحوا لبسوا راحوا كلهم البسوا ورجعوا أستا نص <applause> انا لحتى اول ما البسوا كلهم كذا مع انه جابوا الصوره كذا وراحوا بعدين قلت وقف ايش معنى استا صغير انا توقعت انه في شيء مو مميز قالوا <applause> أنا خلص القماش ان احنا فصلنا ثلاث ثلاث ملابس زياده حق ثلاث شخصيات زياده قلت بعد في ثلاثة زياده غير ذا العدد العدد ترى كان قوي يعني كابتنين كابتن ريل حق الغزلان المائيه وكابتن الاسود القرمزيه يكفي زياده قام اجيب لك الكابتن الثالث النسور الفضيه نزيل يعني والله طبعا نزيل ما كانت في جنون تبيه اي الملك الملك هو بس رشحه وعلى اساس بس يكون من العائله الملكيه يعني من العائله الملكيه اي بس هذه مش 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 مو على مزاجه هو، هو يبي يبي النبيل المغرور المتعجرف، ما يبي النبيل المتواضع اللي يصير بريونا، بريونا على فكرة متواضعة جدا. يعني أنا يعني استغربت حتى أن أساسا تكون تحت قيادة من يعني يكون تحت قيادة بس أنه لا الملك. إيه طلب من الملك. إي لا طلب من <applause> الملك. لا هو ما أقدر أرفض أي طلب للملك خلاص هذا يعني يمكن لو أمبراطور طلب منك كان قال لا. بس ترى أنا من الملك قال خلاص لازم ألتزم فيه. فجاء وانضم طبعا نقدر نقول يمكن هذه اول مهمة تطلع فيها نويل مع اخوها لو زلف بيشوفها بكامل قوتها اخيرا. المفروض انه جاء خبر عن اللي سوته برضه هزمت اخوه الثاني فما راح يستهين فيها بس برضه بيستحقرها الحقير حقير. الحقير حقير حقير حقير, 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 حقير حقير. حقير بس يعني هذه يعني المهمة بتصير معاها زبدة الكلام موموزا فرحان انها مع استا وايضا جابوا اثنين واحد منهم قدره الرمل هذا اللي يقدر يحدد يسوي رهيب جدا يقدر قدره الانتقال الحيز الان آه يعني. انا اشوف يعني الانتقال ممكن هذه مهمه لو بس فنر لو موجود كان خذوه بس مو موجود خذوه هذا بداله وذا اقوى من فنر ايه هو لا لا أقوى لا تغلط لو سمحت والله حس البوابه حقته اقوى <applause> اوكي بس ما نضغط عليه ترى ما قلت لنا بكره انا آه قاعد اضغط على الرجال ترى أيه مصاب ووضعه خلاص, خلاص في الرقوة أيه خلاص, خلاص <applause> بس هذا قدرته صراحة تجسيد المنطقة بالرمل وزي كذا وانه يكشف لك اماكن سحر وكذا شي شيء صراحة مميز. شيخ يعني الكومبليشن الكومبليشن اللي موجود تقول مستحيل ينهزم فرقة المرسلة الملكية ذي يا شيخ لو على اي شيء ممكن يدكونه حسب المعطيات اللي موجودة قدامنا انا اشوف الحالة تكفي انا اقول لك حسب المعطيات اللي موجودة قدامنا احنا يعني شفنا شيء من قوه الاخت مع انه يوم يعني يطلق كامل قوته وقفوه. ايه هذا بعد يحسب حق الاخت هذا الشيء. وبرضه حتى لو قلنا ان هذا اقوى من فيتو ايه واقوى من السلماندا يامي يهزم يامي يهزم فيتو فمليون تقدر تهزم ري ري ركز معي شوي ري المفروض آه لو افترضنا ان ري هذا يعتبر اقوى من الدلوك الاثنين برضه فيعني مهما كانت المقومات اللي موجوده عندهم هالثنين ما اتوقع انهم قادرين ان يهزمون الفرقه اللي جاتهم بس, بس جيشهم جيشهم بيكون مره هل بيكون عندهم تحالفات هل بيكون عندهم اسلحه أسلحة أشخاص ما طلعوهم من قبل بقار حقهم قوي قوة الأخت اللي كانوا ما يبون يطلعونها يطلعونها ذيك الوقت يوم وقفها وقفوهم الثلاثة ترى وقفوه يوم كان بيطلق القوة رجعوا اللي عنده وح... سووا عليه نفس السيل سووا عليه زي السيل ورجعوه هذا الشيء ممكن يفرق كثير هنا بيكون منطقي انهم يعانون قدامهم لسه باقي حجرين طيب موجودين عند الامبراطور السحر وفي حجر ضائع الى الان ما حد لقاه ما ادري وين في الحجر اللي كان عند طير الطير حق اي وينه؟ ما يقولون انهم سرقوه جابوا اللقطه جاب لكتر. واحد خذا بس ما يندرى منهم ما قالوا منهم على اي حال ما ندري عن الصخور ولا ندري أدري كذا فمفروض على الورق قدامنا حاليا مفروض مفروض انهم انتصارهم سهل وبسيط جدا في المخبأ بس لا راحوا واجهت العدو يعني نتكلم عن 16 شخص او اكثر الحين يعني زادوا بعد ثلاثه صاروا تقريبا 20 يعني 20 فرقه من 20 شخص مكون من ثلاثه كباتن استو يونو بحد ذاته برضه شيء مميز عندك التنوع في القدرات تبي ماي تبي نار تبي كهرب تبي ذا كله موجود الكهرب موجود كل يعني التنوع في القدرات اللي موجود يعني مو و... وهذا يعني. شغل ترى كله من الخبيث امبراطور السحر صراحه يعني يعني جد جد عب عبقري يعني حتى جابوا شكله اهبل حتى اذا تبي فطر موجود عشان يسوي لك بيتزا صح بس لا التشكيله للمختارة قويه جدا ومرعبه جدا انا بشوف يعني شو اللي بيسوي لخت وربعه قدامهم يعني شو المفاجات اللي بيسويها اتمنى انه يقنعني الكاتب ما يحط لي حاجه خطبة مليون كانت حلوه قويه أيه. حتى لو ما تحت منكم لازم نرجع مهمة وكذا ترى يعني مهمة محفوظة خاطر ممكن نرجع ناقصين ترى قالتها يمكن يموت اي احد فيكم انا ماني مسؤول يعني <applause> الملك كان بيقول هالكلام والله يا ابن الحلال ايش عندك انت لو قلت ما راح تطلع بنفس قوة مليون هيبة هيبة يوم قال الكلام قال بس شدوا حيلكم قال هسه كان مولع عيونه مثبت خطاب ذي بس هذه قال والله <applause> لا استقسم بالله عنده مشكله مع الملك تكلم ايضا استهم سالهم قال لهم وين مقر العدو؟, العدو وقالوا اول مره انهم اكتشفوا المقر انه صخره عائمه في مكان ما ما ادري فيه بس والله يعني. هذا المكان يعني ممكن هذا المكان هو اللي يكون فيه الفخ او النقطه التفوق حق ال... ان المكان هذا يصير عندهم ميزه قويه يعني, يعني, يعني هذا الشيء الوحيد برضو في 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 احتمالات كثيره لانه واضح جدا. نوع كلمه نوع... مليون عجبتني صراحة في خطبتها إنه اخوي الضعيف انهزم بس يعني صراحه و... والله تهز في اخي ما ما تحترم ما تحترم احد يعني معنا. انت قويه وكذا يعني بس احترم مشاعرنا لا ما في ما في ما... جلد جلد هذه آه... جلد جلد اسطوريه آه آه... <applause> انا انا انهزم بكره تسفل فيني كذا اي عادي <applause> <applause> غدره على اي <applause> حال كبار <applause> على اي حال على نهايه الحلقه جابوا الراي او راي قاعد يشوف ذكريات الالفز ذيلي اللي هو اساسا بسبه العين الثالثه يقدرون يشوفونها وهذا السبب اللي خلى فانا كانت تتكلم انها تحب لحب مو طبيعي لربما ان فانا كانت الاخ الصغير اللي كان ملتزق في اللي يعني كان ملتزق مره في لخت كان يجلس مع يقول انه بيفارقك بعد ما يطلع ويتزوج كذا على كل انه هو شوف هذا شيء خلاص واضح وسلم أورا انه يعني قاعد يشوف ذكريات مش ذكرياته بس مزروعه في راسه وقالوا <applause> كلمه مليون قالت انه لما فتح الباب كل واحد منهم بيتحول الى الشخصيه اللي كان في الماضي هل ممكن يعني يعني كان ال 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 هذا بيتحول الى شخص اللي هو فعلا قاعد يشوف ذكرياته بسبب انهم حطوا الحجار كاملة وفتحوا البوابه هذه. يمكن هذا اللي فهمته من الكلام صراحه ما ادري يمكن انا يعني اني... غلطان يمكن صح ما ادري والله ما ادري على أي حال يعني لا يزال لغز فرقه عين شمس وتصف الليل هذا غامض جدا 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 بس اللي يوضح لنا في ذكريات الاخت يعني اللي موجوده انه كان المفروض يتزوج من واحده بشريه وكانت كانت حامل فيه وكانت حامل المفروض يجي ولدها منها أوه. طبعا الرؤيه هذه حقيقه أي. بس صارت فيها, صارت. أي فيها تحريف فيها شيء شنو سبب اللي صار هجوم البشر, البشر عليهم هجوم البشر عليهم ليش ماتها وش الحكمه شو ليش تتزوج بشريه مع من الالفز يعني وقال انه المفروض هذا الشيء اللي يخليه يتزوجون انه يكسر الحاجز بين الالفز والبشر وانه يكون ولدنا اللي بيجي خليط بين الالفز والبشر ويصير في تفاهم وتعاون بين البشر يا السلام بين العالمين هذا والله أصلاً. العالم شوف وجهه نظر الشخصيه انه في واحد حيوان مثل نوزل خصوصاً, خصوصا لخت الاخت يوم شاف نويل من قبل حقد عليها حقد على وقال هذا العرق الملعون بالضبط بالضبط فيعني المفروض ان هذا ايضا ايضا البنت كانت تشبه ميموزه بشكل كبير وطبيعي ايوه البنت اللي راحت هناك تشبه اللي كانت حامل زوجة لخت تشبهها بشكل مو طبيعي فما ادري هي من قبيلتهم من تبعهم ما ادري بس اللي فيه واضح في لحظه جايه في لحظه جايه في الطريق ننتظر بس شرح اكثر من الكاتب وننتظر أكشن وحماس أكثر في الحلقات الجاية طبعاً تم الإعلان أنني بيبقف عند الفصل عفواً عند الحلقة 102 <applause> المانجا ايه متعود الحلقة 102 أني باقي باقي خير يعني باقي تقريباً 14 الى 15 حلقه يعني المفروض حسب وجهه نظري الشخصيه ممكن المعركه مع المنظمه يمكن هذا الآخر. اي بعد ما تنتهي يوقف الانمي ويستنى ويمكن لا كاركة. يعلقنا في النص علقنا في النص ايش لا 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 اتوقع بيخلصها ما, ما بيخلص. ننتظر, ننتظر ننتظر ونرى كذا يصير وصلنا لنهايه انطباعنا لهذه الحلقه تظهر الحلقة الجاية اللي راح تكون حماسية أكثر من الحلقة دي على حرم الجمر وفي الختام قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الكتب إليك لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والشير وأشوفكم على خير.